الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. تحية طيبة مباركة للحضور الكريم. إن أفضل ما نفتتح به هذا العرض الصحي التبرك إياكم بآيات من القرآن الكريم. سيطر علينا فضيلة المقرئ الأخ محمد بن عيش فليس فوق المشكور. الموضوع ديال رمضان ودار السكري هو موضوع جا شويه معطل، كان خصو يكون قبل رمضان على الاقل بشهر باش اولا بشهرين باش الانسان كيستعد مع رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي كان عنده داء السكري. انا بغيت في هذا الموضوع هذا نعرف داء السكري لحقاش الاغلبيه اللي كيجيو عندي الصيدليه وعارف كاين السكر ولكن ما معنى داء السكري؟ داء السكري بحد ذاته هو داء السكر في الدم، بحيث ان شنو كيعمل الانسولين؟ الانسولين ديال بحال واحد المفتاح كيمشي للخلايا وبالضبط الخلايا ديال الاعضاء كامله، يعني يا اما ديال حيت ما يمكنش الجسم يخدم الا ما كانتش عنده واحد الطاقه، والطاقه اللي كتكون عندنا هي السكريه هي السكر هو الجلوكوز. يعني باش تخدم وتحرك يدك وتفكر ودير كل شيء خص هذاك السكر يدخل للخلايا ديال الجسم. من الليل خصها تكون على الاقل 8 السوايع ما واكلينش، خصها تكون ما بين 70 و 110، يعني ما بين 1.1 و 0.7، 0.7 و 1.1، يعني 70 ملي غرام ديسيليتر حتى 110 ملي غرام ديسيليتر. الثاني يسمى الفرنسيه ديابيت دو تيب 2 او لا نون انسيلينو ديبوندون، يعني كيعطي واحد. شكرا صديقي، اذا واحد القراءه سريعه للمحاضره العام، ونتبع تعريف المرض، دور الانسولين في الجسم، نسبة السكر في الدم العادي وغير العادي، أنواع مرض السكري، بالنسبة للسكري إلى مرض السكري، ما هي أعراض مرض السكري، ما هي أسباب وعلاج مرض السكري، متى يصح بعدم الصوت لمرض السكري، مضاعفات مرض السكري، وما هي وسائل العلاج التي لا
حسب ما اتفق عليه وجمع علماء المسلمين. هذا من نظرية التعامل مع مرض السكري وهو الحيلولة دون الوصول إلى حدود الأعراض الحادة، وذلك عن طريق خلق توازن بين الأنسولين والسكر في الجسم لكي تكون نسبة السكر في الدم ضمن معدلها الطبيعي خلال كل ساعات اليوم. ولعل أهم ما ينصح به المريض بالسكري، أولا انتقاء نوعية نظامه الغذائي مع الاهتمام بالنشاط البدني ومراقبة يعني السكر بين الحين والآخر للتأكد من سلامة الجسم ومن وجود السكر يعني بنسبة عادية. الآن المجال مفتوح لتساؤلكم. هو السبب في السكر؟ تأثير السكر الكبد الدهن. كاين 12 طبيب مسلم عرب فلسطينيين منهم جوج فلسطينيين اصدقاء ديال، وكيقدموا واحد الخدمات ما شاء الله. وكذلك بالمناسبه وقفوا بهذه الوقفه ديال الوباء وما شاء الله قدموا الكثير للانسانيه، لان الطبيب المسلم هو ليس للمسلمين، هو للانسانيه كلها. فلهذا رجاء ونشكرك. كذلك الدكتورة هند زماري ذكرت بأن واحد المادة كتكون في الدم مخصص تكون، ولكن هي موجودة وكنكشفوا عليها، وهي مادة لاسيتون. أنت كذلك ذكرتي لاسيتون. لاسيتون الصيغة ديال الكيميائية اللي كنا عرفت سي أستروال سي أو سي أستروال تان سي تان ديسولفون أورغانيك بويسون. واش هذا لاسيتون اللي كتذكروه هو هذا الشكل الكيميائي المعروف؟ جمعية رئيس الجمعية سيد محمد بن بعض. شكرا لك واقفين على رمزية شرفتينا والحمد لله جزاك الله خير. شكرا.